ومن الإسماعيلية إلى الشرقية تم توجيه ضربة أمنية ناجحة ضد تجار الأسلحة، حيث نجح قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائي في الشرقية في ضبط أحد العناصر الإجرامية في دائرة مركز شرطة أبو كبير لقيامه بالإتجار في الأسلحة النارية والبيضاء. المتهم تم ضبطه وبحوزته 11 قطعة سلاح ناري و62 قطعة سلاح أبيض وذخائر، واعترف بجريمته وتم تحويله إلى النيابة للتحقيق.